بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخرج أبو يعلى وابن عساكر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه لما قتل علي رضي الله عنه قام خطيبا فقال: والله لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن، وفيها رفع عيسى بن مريم، وفيها قتل يوشع بن نون، وفيها تيب على بني إسرائيل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: بلغني أنه كان ينزل فيه من القرآن حتى انقطع الوحي، وحتى مات محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن في تلك السنة، فينزل ذلك من السماء السابعة على جبريل عليه السلام في السماء الدنيا، فلا ينزل جبريل من ذلك على محمد إلا بما أمره ربه. وأخرج عبد بن حميد وابن الضريس عن داود بن أبي هند قال: قلت لعامر الشعبي: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهل كان نزل عليه في سائر السنة إلا ما في رمضان؟ قال: بلى، ولكن جبريل كان يعارض محمدا ما أنزل عليه في السنة في رمضان، فيحكم الله ما يشاء، ويثبت ما يشاء، وينسخ ما ينسخ، وينسيه ما ينسيه. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يقول الذي أنزل صومه في القرآن. قوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أخرج ابن المنذر عن ابن جريج رحمه الله في قوله: هدى للناس، قال: يهتدون به. وبينات من الهدى والفرقان، قال: فيه الحلال والحرام والحدود. وأخرج ابن جرير عن السدي رحمه الله في قوله: وبينات من الهدى والفرقان، قال: بينات من الحلال والحرام. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء يصام قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل رمضان ترك. وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده، وترك على الاستحباب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله:
فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال هو إهلاله بالدار. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال من كان مسافرا في بلد وهو مقيم فليصم. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال إذا كان مقيما. وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي رضي الله تعالى عنه قال من أدرك رمضان وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه الصوم، لأن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال من أدركه رمضان في أهله ثم أراد السفر فليصم. وأخرج الدارقطني بسند ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما في من شهر رمضان في الحضر فليهدي بدنة، فإن لم يجد فليطعم 30 صاعا من تمر للمساكين. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أخرج ابن جرير عن الحسن وإبراهيم النخعي قالا إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما أفطر. وأخرج ابن جرير عن الحسن وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال الصيام في السفر مثل الصلاة تقصر إذا أفطرت وتصوم إذا وفيت الصلاة. وأخرج سفيان بن عيينة وابن سعد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير والبيهقي في سننه عن أنس رضي الله بن مالك القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الصوم في السفر فقال عسر ويسر فخذ بيسر الله تعالى. وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأخرج الدارقطني وصححه عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال أنه قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال عن الصوم في السفر فقال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر. وأخرج عبد بن حميد والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت
كل قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد صام وأفطر وأتم وقصر في السفر. وأخرج الخطيب في تالي التلخيص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت عليه آية الرخصة في السفر. وأخرج عبد بن حميد عن أبي عياض قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان فنودي في الناس: من شاء صام ومن شاء أفطر. فقيل لأبي عياض: كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صام، وكان أحقهم بذلك. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أعيب على من صام ولا على من أفطر في السفر. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب وعامر أنهما اتفقا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون في رمضان، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وأخرج الإمام مالك والشافعي وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام محسن، ومن وجد ضعفا فأفطر محسن. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجة والحاكم وصحح عن كعب بن عاصم الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لأن أفطر في رمضان في السفر أحب إلي من أن أصوم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الإفطار في السفر صدقة تصدق الله بها على عباده. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: رخصة نزلت من السماء، فإن شئتم فردوها. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: لو تصدقت بصدقة فردت ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدقها الله تعالى عليكم. فقال: لو تصدقت بصدقة فردت، أي عليك، ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدقها الله عليكم. وأخرج النسائي وابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
الإفطار في السفر عزمة أي عزيمة. وأخرج عبد بن حميد عن محرر ابن أبي هريرة أنه كان في سفر فصام رمضان، فلما رجع أمره أبو هريرة أن يقضيه. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أمر رجلا فصام رمضان في السفر أن يعيد. وأخرج وكيع وعبد بن حميد عن عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله أنه سئل عن الصوم في السفر فقال إن كان أهون عليك فصم، وفي لفظ إذا كان يسر فصوم وإذا كان عسر فأفطروا، قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن جرير عن خيثمة رحمه الله قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصوم في السفر فقال يصوم، قلت فأين هذه الآية فعدة من أيام أخر؟ قال إنها نزلت يوم نزلت ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير شبع، واليوم نرتحل شباعا وننزل على شبع. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال من أفطر قبل رخصة ومن صام فهو أفضل. وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا في الصوم في السفر إن شئت فأفطر وإن شئت فصم والصوم أفضل. وأخرج عبد بن حميد من طريق العوام بن حوشب عن مجاهد رحمه الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر في السفر ويرى أصحابه أنه يصوم ويقول كلوا إني أضل، يطعمني ربي ويسقيني. قال العوام فقلت لمجاهد فأي ذلك ترى؟ قال صوم في رمضان أفضل من صوم في غير رمضان. وأخرج عبد بن حميد من طريق أبي البختري قال عبيدة إذا سافر الرجل وقد صام في رمضان فليصم ما بقي، ثم قرأ هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول من شاء صام ومن شاء أفطر. وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين سألت عبيدة قلت أسافر في رمضان؟ قال لا. وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال إذا أدرك الرجل رمضان فلا يخرج، وإن خرج وقد صام شيئا منه فليصمه في السفر، فإنه إن يقضيه في رمضان أحب إلي من أن يقضيه في غيره. وأخرج عبد بن حميد عن أبي مجلس قال إذا دخل شهر رمضان فلا يسافرن الرجل، فإن أبى إلا أن يسافر فليصم. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن القاسم أن إبراهيم بن محمد جاء إلى عائشة يسلم عليها وهو في رمضان فقالت أين تريد؟ قال العمرة. قال العمرة قلت قعدت حتى دخل هذا الشهر لا تخرج؟ قال إن أصحابي وثقلي قد خرجوا. قالت
وإن فرده ثم أقم حتى تفطر. وأخرج عبد بن حميد عن أم ذرة قالت: كنت عند عائشة رضي الله عنها فجاء رسول أخي وذلك في رمضان، فقالت لي عائشة: ما هذا؟ فقلت: رسول أخي يريد أن يخرج. فقالت: لا يخرج حتى ينقضي الشهر، فإن رمضان لو أدركني وأنا في الطريق لأقمت. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله رحمه الله تعالى قال: لا بأس أن يسافر الرجل في رمضان ويفطر إن شاء. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رحمه الله قال: لم يجعل الله رمضان قيدا. وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: من أدركه شهر رمضان فلا بأس أن يسافر ثم يفطر. وأخرج عبد بن حميد وأبو داود عن سنان بن سلمة ابن محبق الهذلي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدرك. وأخرج ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق بفطر رمضان على مريض أمتي ومسافرها. وأخرج الطبراني عن أنس بن مالك رجل من بني كعب قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت إليه وهو يأكل فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: يا رسول الله إني صائم. قال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصوم، إن الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم عن المسافر والمريض والحامل. وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة فعدة من أيام أخر قال: إن شاء وصل وإن شاء فرق. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قضاء رمضان قال: إن شاء تابع وإن شاء فرق، لأن الله تعالى يقول: فعدة من أيام أخر. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عباس في قضاء رمضان: صمه كيف شئت. وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته. وأخرج مالك وابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يصوم شهر رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قضاء رمضان فقال: إنما قال الله فعدة من أيام أخر، فإذا أحصى العدة فلا بأس بالتفريق. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه سئل عن قضاء رمضان متفرقا فقال: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه، فأحص العدة واصنع ما شئت. وأخرج الدارقطني عن رافع بن خديج قال: أحص العدة وصم كيف شئت. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سئل عن قضاء رمضان
فقال أحصل عدة وصم كيف شئت. وأخرج الدار قطني عن عمرو بن العاص قال فرق قضاء رمضان، إنما قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. وأخرج وكيع وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سألته كيف تقضي رمضان، فقال صومي كيف شئت وأحصل عدته، فإنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأخرج ابن المنذر والدارقطني وصحح، والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات، قال البيهقي أي نسخت. وأخرج الدارقطني وضعفه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يفرقه. وأخرج الدارقطني وضعفه عن عبد الله بن عمرو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان فقال يقضيه تباعا وإن فرقه أجزى. وأخرج الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تاب. وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس مثله. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان قضاء صيام شهر رمضان، فقال ذاك إليك، أرأيت لو كان أحل أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه؟ فالله تعالى حق أن يعفو ويغفر. قال الدارقطني إسناد جيد إلا أنه مرسل، ثم رواه من طريق آخر موصولا عن جابر مرفوعا وضعفه. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال اليسر الإفطار في السفر والعسر الصوم في السفر. وقال ابن مردوية عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءه ببصره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا؟ قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة الصلاة، فقال لا تسمعه فتهلك أي من العجب، وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. وأخرج الإمام أحمد عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسر، إن خير دينكم أيسر. وأخرج ابن سعد وأحمد وأبو يعلى والطبراني وابن مردوية عن عروة الفقيمي قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علينا حرج في كذا؟ فقال أيها الناس إن دين الله يسر، إن دين الله يسر، إن دين الله يسر، ثلاثا يقولها. وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.